ليش طلعوا؟ شهداء ثورة تشرين. الترشيح محمد علاوي اليوم ترشيح لا يمثل ساحات الاعتصام، لأنه شخصية جدلية لا تنطبق عليه مواصفات ساحات الاعتصام، بل أكثر من ذلك تنطبق عليه شروط الأحزاب الفاسدة، لأنه جزء من هذه العملية السياسية الفاسدة، وسبق وأن عمل في منظومة سياسية وتم الحكم عليه 7 سنوات بتهم فساد. أما عن التصعيد اللي حصل هذا اليوم فهو شيء طبيعي لكل فعل ردة فعل، فالفعل السيء تكون ردة أفعاله شعبية وجماهيرية غاضبة، وتوقعاتنا أن يستمر التصعيد السلمي للأيام القادمة. باختصار، محمد توفيق علاوي إحنا رافضيه. ليش الرفضة؟ لأن جنسيتين مجرب، وفوق من هذا كله جابوا لنا إياه نفس اللي جابوا عادل عبد المهدي. يعني لو باقين على عادل عبد المهدي اشرفنا. ليش؟ لانه اول عادل عبد المهدي احنا جربناه واحنا طالعين عليه، يعني راح ناخذ لنا بعد شهرين نتظاهر ونعت بس على مود نشيل هالدور محمد علاوي. احنا ما نريد مرشح جدلي، احنا ما نريد مرشح جابوه نفس الاحزاب الفاسده، والا يعني هي نفس المعادله صارت. اللي جاب عادل عبد المهدي جاب لنا محمد توفيق علاوي، وراح يجيب لنا الاتعس من عندهم. العراق مو فارغ، بيه هواي كفاءات. احنا طالبين واحد كفوء، طالبين واحد ما يلعب ويانا سياسه، ما يستخدمون ويانا لعبه الوذراع اكوت الوذراعي. احنا كل اللي رايدين نستقر حالنا من حال هاي كل الدول اللي عايشه. ايش معنى بس احنا يجيبون لنا واحد يقدرون عليه؟ وبالمناسبه رئيس الوزراء والوزراء ذولا اضعف حلقه بالدوله. اللي يدير الدوله هو نواب رئيس الوزراء، واللي يديروها المدراء العامين، واللي يديروها السكرتاريه مال الوزراء، والاكثر من هذا المحاصصة اللي قاعد تصير بيناتهم. ذولا يشكلون لجان اقتصادية حتى هم اللي يبقون المقاولات. هذا باختصار الدولة اللي قاعد يصير بها. فإحنا حتى لما جاء نطلع نطالب مثلا بوزراء تكنوقراط، هو أنك وزير تكنوقراط يقدر يشتغل براحته. الوزير لعبة بيد الوكيل، الوزير لعبة بيد المدير العام. ذولا هم اللي يسوون المقاولات، وهم اللي يأخذون المقاولات، وهم اللي معينيهم الأحزاب حتى يصيرون هيئات اقتصادية. المطلوب احنا طالعين نريد نصفر العملية السياسية، نريد نرجع من الصفر وننطلق صح، لان هالسال بيت المرطوب اللي اساسه طايح هذا ما ممكن انك ترجع ترممه وتبنيه. هذا ما له علاج الا انك تهدمه. احنا طالعين حتى نهدم الفساد، ما طالعين حتى بالمحصلة النهائية يجيبوننا توفيق علاوي. توفيق علاوي هو وزير، توفيق علاوي كان لعبة يوم من الايام بيد المدراء العامين. منو توفيق علاوي؟ وهسه متفضلين علينا وجايبيننا رئيس وزراء. هذا اختيار الشعب، يا شعب اختاره، هذا اللي اختاروه سائرون واختاروه كتلة هادي العامري. هذا باختصار، احنا كشعب صوتنا موجود، هاي وحدة. والثانية والأهم،
محمد توفيق علاوي خاطبنا احنا المتظاهرين، ما خاطب الكتل السياسيه، قال يا متظاهرين اذا تردوني صيروا وياي، ما تردوني قولوا ما نريدك. احنا من هسه نقول لك انت مرشح جدلي وانت عندك جنسيتين وما نريدك. باختصار كل ساحات الاعتصام رافضتك، ومثل ما ضحينا ب 500 احنا هم جاهزين نضحي ب 500 ثانيه وثالثه ورابعه الى ان انت تطير والى ان نمحي الفساد من قائمه العراق ومن قاموس العراق الجديد. انتوا لحد الان ما فاهمين فرد شيء، الشباب ذولا الطالعين جيل الألفين او اخر التسعينات ذولا ما عندهم شيء خسروه. هذا اللي طالع هسه هذا ابن العامل اللي مات بالمسطر اللي فجروه داعش والقاعده اللي انتوا جبتوهم، فهذا طالع حتى ينتقم. هذا ما طالع على مود مثلا ترجعون فلان وعلاوي ما اعرف منه، هذا طالع يريد حقه، يريد يعيش صدق. انتوا ما فاهمين اللي قاعد يصير ساب الساحات شنو، ومن الجيل اللي طالع عليكم، طالع لكم جيل ما يخاف، طالع لكم جيل مستهدفكم. انتوا كل ما هنالك انكم تحفظون ما يوجهكم، واللي تسووه انكم تصفرون العمليه السياسيه من جديد وتبدون من جديد، وخلي بعد انتوا القضاء اللي يريد يعفي عنا القضاء، احنا مؤمنين بعداله القضاء، واللي ما يريد يعفي عنا ويذب سجن فهذه هي عداله القضاء وهذا اللي احنا طالعين عليه. هذا كل ما عندنا وساحه النجف وباقي الساحات اللي بالعراق. وبالمناسبه واكو تصعيد جديد غير تصعيد حرق الشوارع، احنا خلال الاسبوع المقبل اذا ما بدلتونا محمد توفيق علاوي طالعين نسد هيئاتكم الاقتصاديه اللي انتم صار لكم شهرين تحاربون على مودها، طالعين نغلقها هيئاتكم الاقتصاديه احفظوها. يعني بالمحصله النهائيه راح نستهدف فلوسكم، فلوسكم اللي انتم جاي تقتلون هاي الناس على مودها، فانتبهوا وراجعوا نفسكم وجيبوا لنا رئيس وزراء جديد، خلي حاكم قتلت المتظاهرين وجيبوا لنا رئيس وزراء يرتب لنا الانتخابات الجديده. غير هذا احنا ما رايدين قانون انتخابات على مود يشيل هاي الوجوه الفاسده ويجيب وجوه جديده. هذا كل اللي طالعين عليه، وهذا تحذير ساحات النجف وباقي الساحات، هذه كلمتها الاخيره. باشر عندنا تصعيد، والاسبوع الجاي تصعيد راح يلوحكم انتم. الله وين صاحبي؟ ساحات الاحتجاج بكل المحافظات العراقية يعني أبدت وجهة نظرها بالرفض القاطع والشديد لتكليف محمد علاوي، لأنه هو تكليفه جاء وفق توافقات سياسية تعودنا عليها لمدة 17 عام، يعني وخالف تكليفه يعني شروط ساحات الاحتجاج اللي خرجت بيها ضمن خارطة الطريق. يعني فباعتقادنا محمد علاوي ما راح يمكن انه هو يحد من سيطرة الاقتصاديات اللي موجودة داخل الوزارات التابعة للأحزاب، ولا راح يحد من السلاح المنفلت اللي موجود عند الجميع، ولا راح تنطبق عليه المواصفات مال ساحات الاحتجاج، ولا راح يمكن يعبر بينا البر الأمان، فهو مرفوض مبدئياً. قضية تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء بالعراق اليوم سببت سخط شعبي حاد من جماهير ساحة اعتصامات النجف وكل الساحات الأخرى لسبب واحد وواضح وصريح، أن هذا التكليف ما يتناغم مع شروط ساحة الاحتجاجات اللي وضعها المحتجين. هذا الرجل هو كان مشترك في الحكومات السابقة، كان وزير سابق، أيضا عليه تهم بالفساد وايضا محكوم حسب ما صرحت به الحكومات السابقه، مطلوب للقضاء. يضاف الى ذلك ما اجى يعني من باراده الشعب، اجى نتيجه اراده واتفاقات الكتل السياسيه، الكتل السياسيه نفسها اللي رفضتها بالاسابيع السابقه بعد رفض الاحتجاجات رجعت حتى توافق عليه بعد ما صارت اتفاقات بالغرف المظلمه. احنا واجبنا كمحتجين ان نستمر بمطالبنا الشعبية بخارطة الطريق اللي وضعناها في ساحات الاحتجاج. هذه التظاهرة شعبية، هذه التظاهرة تمثل الطبقة المسحوقة، الطبقة المعدومة، هذه التظاهرة ما بها قائد، قائدها الوعي، قائدها الطلبة، طلبة الجامعات، قائدها الجماهير
اللي نزلت بالشوارع واللي ضحت بعملها وضحت بعوائلها وضحت بشهداء منذ بداية الانتفاضة لحد هذه اللحظة. لا تراجع لا استسلام، احنا مستمرين، احنا حتى الوصول لانتخابات مبكرة تضمن لنا برلمان شرعي غير هذا البرلمان الذي لا يمثل الجماهير على اعتباره اجى نتيجة مقاطعة شعبية واسعة. نعم اكو حسرة بقلوبنا احنا اليوم بالساحة من انه نحس اكو مؤامرة، يعني احنا اللي سمونا بالجوكرية وسمونا بالعملاء وتابعين لامريكا. شفنا اليوم امريكا اول من باركت للكتل السياسية على تسنم محمد توفيق علاوي، كلنا كلبينا، الكل اتهمنا بانه احنا عملاء ناخذ اوامر من السفارات، ناخذ اوامر، نستلم فلوس، لكن من الواضح انه الجهات نفسها هي اللي تاخذ فلوس، هي اللي تاخذ مناصب، هي اللي عينها على الكرسي، هي اللي تريد تستمر بالمماطلة، تريد تستمر ان تستغل الغطاء الديني، الغطاء الضحك على الجماهير. هذا مو ثوبنا احنا، احنا ثوبنا واضح، ثوبنا رداءنا وطني. القضية المذهبية والدينية والعقائدية هي قضايا خاصة بينا، بيننا وبين ربنا، ما ممكن نعلنها من خلال هذه الثورة. شعارنا واضح، ثورة شبابية ما بيها قائد، وأيضا شعارنا الواضح انه اخوان سنة وشيعة وهذا الوطن منبيع. كل هذه الشعارات رفعت بساحات الاحتجاجات، ماكو اي تزكية لأي مرشح ولا أكو أي تزكية، لكن أكو شروط واضحة كانت تقدر الكتل أن تختار من هذه الشروط مرشح يقدر أن يعبر بالعراق بهذه الأزمة الراهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كمعتصمين ساحات النجف الاشرف صار لنا 4 أشهر معتصمين وبايتين بالخيم، يعني بايتين بالشارع تحديدا على مود مطالب معروفة عرفتها حتى الأمم المتحدة، عرفتها الدنيا كلها، الدول كلها عرفتها. الآن يجيبوننا محمد توفيق علاوي اللي هو كان وزير اتصالات سابقا
وعضو مجلس النواب، يعني مشارك في بالفساد، مشارك في فساد الحكومة وعليه ملفات من 2013. احنا هذا رئيس الوزراء مرفوض، مرفوض رفضا باتا من الشعب كله، مرفوض من ساحات الاعتصام، ما نقبل اي احد يتكلم باسمنا. محمد توفيق علاوي مرفوض. والان اليوم وبهاي اللحظه بالتحديد اكو تصعيد في محافظه النجف، وراح يستمر التصعيد حتى اسقاط محمد علاوي، مثل ما سقطنا عادل عبد المهدي راح نعيد من جديد نسقط محمد توفيق علاوي، ومستعدين نبقى هنا بعد سنه مو 4 اشهر على ما نسقط محمد توفيق علاوي. يلا ننتقل للمطالب، المطالب اللي عندنا لا محمد توفيق ولا غيره من الفاسدين يقدر يحققها، انه يحققها انه هو شخص نزيه حسب الشروط نختاره. احنا هسه ما نقدر نكلفه باي شيء ولا نقدر نتفاوض وياه، لان هو جاي من سلطات قمعيه، من سلطات قتلت اكثر من 700 شهيد، صار عندنا الاف الجرحى. اليوم يطلع للبيان محمد توفيق علاوي يقول والله راح احاسبهم. انت شلون تحاسب شخص هو اللي جابك ونصبك؟ شلون تحاسب حزب اللي هو اتفق عليك وجابك للسلطه؟ فمحمد توفيق علاوي مرفوض، وان شاء الله الايام الجايه هو المطالبه باسقاط محمد توفيق علاوي. حقيقه اليوم بعد تسنم محمد توفيق علاوي لرئاسه الوزراء، رسالتنا احنا من ساحه اعتصامات النجف، حقيقه احنا ما صار لنا 4 اشهر وقدمنا الشهداء وقدمنا التضحيات من اجل ان ياتي رئيس وزراء جدلي، رئيس وزراء هو بتوافق من جميع الكتل السياسية. اليوم النجف عبرت عن رفضها لمحمد توفيق علاوي، وسنستمر بالتصعيد السلمي، بأطر التصعيد السلمي اللي يعني حقيقة هو خيار الانتفاضة، انتفاضة اكتوبر، من يوم ما انطلقت ومثل ما تعرفون يعني انه 700 شهيد واكثر من 22 الف جريح و 2800 مغيب، 5000 حالة اعاقة. هؤلاء الشهداء في حال تسنم رئيس وزراء هو من يعني توافق احزاب السلطة، الاحزاب الحاكمة، راح نكون يعني غير وطنيين في حال تم قبول يعني اسم جدلي مثل محمد توفيق علاوي. راح نستمر بالاحتجاجات السلمية، راح نستمر باعتصاماتنا حتى تحقيق المطالب وفق خارطة الطريق اللي انطلقت من ساحات الاعتصام، أن يكون رئيس وزراء مستقل، رئيس وزراء لم يشترك بالعملية السياسية، رئيس وزراء لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. أهداف مرد محمد علاوي، وفالش القطع من فتحة للصبح الريد، يعني وزير بيحاول محمد علاوي مرفوض بأمر الشعب، بأمر الشعب مرفوض محمد علاوي. الريد مطالبنا تحقق، مطالبنا يصير خير الشعب، ما تحقق مطالبنا نبقى على تصعيدنا السلمي، ومحمد علاوي مرفوض. الريد رئيس وزراء نزيه غير فاسد، ما مشارك في العملية السياسية، ياخذ حق الشهداء ويحاسب القتلة اللي قتلوا اخواننا واهلنا، واحنا مستمرين ونصعد اكثر من هذا التصعيد واقوى من هذا التصعيد اذا استمروا على المماطله والتسويف بمطالبنا. ما عندنا شيء، اهل النجف مستمرين وكل المحافظات، واحنا بظهر ان شاء الله. I'm going to go to the hospital.
كان مو يروح لنا حمود يجينا احمد، شنو الفائده؟ ما سوينا شيء. وين راح دم الشهيد؟ وين راح دم الجريح؟ وين راحت مطالبنا؟ صار لنا 120 يوم احنا ضالين بالساحه متحملين البرد والحار ومتحملين التهديدات، بكل ساعه تجينا على ابو يحرقون خيمنا. يعني شنو؟ ما اعرف شنو زاهدين الوادي، ما محترمين الوادي من ضاله. بس النفتيم يعني جايبين لنا واحد انقص من عادل ابن مهدي، انقص من عده، الله وكيلك انقص من عده. كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، جابوه حطوه، واصلا الشعب ما مصوت عليه، ورافضه كل ساحات التظاهرات كلها رافضته، ها؟ رافضته بغداد والناصريه والعماره وبصره كلها رافضته، وما حد خلاه بكيفهم يعني يلعبون بكيفه وما ادري شنو الفيلم ما ادري، احنا لا طولنا يوم حتى نطب الخضراء نفلش الخضراء عليهم بالعباس، فلش الخضراء، ندوسهم والله، ما يهمنا احنا، لا يهمنا بعد، لا يهمنا لا موت لا خوف، كل شيء ما يهمنا. والله العظيم كل شيء ما يهمنا بعد، وما نخاف لا من تهديدات ولا ما ادري شنو، كل شيء ما نخاف. وان شاء الله مستمرين وضالين بوجود هاي الشباب ومستمرين لاخر نفس، والله نجيبها نجيبها والله العظيم، النهاية والله العظيم، والعراق والوطن وكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر قناتكم اللي مواكبه من بدايه المظاهرات. احنا كمتظاهرين من ساحه الصدرين زين السلميين، فمن سمعنا بهذا الخبر كل متظاهر كل ثائر كل متظاهر سلمي ما يقبل بأذية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة زين، فتقسمنا كمجاميع الخاصة هي المركز المدينة زين، الحماية المدارس. طبعا من هسه طلعنا، والله من الليل طلعنا من سمعنا بهذا الخبر، وبالتعاون مع الأهالي ومتظاهرين من ساحة الصدرين، يعني بد اشتراك قوي صار ومجاميع حلوة زين تكمل منها ترجع ساحة الصدرين. هذا الشيء مرفوض يعني من ساحة الصدرين ومن الشارع النجفي عامة، لأن هي بدايتها احنا رفضنا سد المدارس، رفضنا لأن بس مركز المدينة جاي تنسد مدارسه. قلنا لهم يابا خلينا نسد بدلا أغضية ونواحي، ما حد يقتنع، يقول لك أنا هناك مثلا أبو المشخاب أو أبو صخير زين، يقول لك عشائر هنا. أنا قلت له هذا مو منطق، احنا هم عشائر هنا وهم اللي راي لازم تحترمه زين، فهم وصلوها لهذا الشيء. هذا تخريب، تخريب أجيال، يعني هذا الجيل هو يعايننا كمتظاهرين، هذا من يشوف حرق وسلب ونهب ايش راح يطلع عندنا جيل؟ احنا 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 كون نط صورة، نط صورة للعالم، والحمد لله والشكر بينا صورتنا زين، بس مع الأسف اللي هيك
الجماعات المأجورة زين اللي سوت بالنجف وراحت ضحايا بيها هذيك الشباب الحلوة وهاي، ولا الحمد لله والشكر حافظنا على سلميتها زين، وصارت يعني المحافظة الوحيدة البيضاء هي النجف زين. ونطلب هسه من هاي الشغلة، نطلب من الشعب النجفي لأن يوقف ويانا ويساندنا، لأن هذا حق حقه وحقي جاي نطالب به ونطلع إن شاء الله من الأحزاب. والله إحنا كمجاميع قسمنا أنفسنا كخيم من ساحة الاعتصام، كل خيمة مثلاً 10-20 قلت لك، والأهالي شاركتنا بهذا الشيء. طلعنا لحماية المدارس يعني كالسابق، مثل ما طلعنا لحماية المحافظة أو غير بناية زين، لأن هي هاي كلها راجعة إلنا. المفروض من عندنا إحنا نصير عون الجيلنا القادم، لأن الساب من طالعين إحنا، أنا كمتظاهر ما محتاج، بس أنا أرد أبين صورة للجيل اللي بعدي. أجيال جاي تنتظرنا، مو أجيال تنتظرنا وتعايننا بالحرق بالسلب، لا، هذا الشيء مرفوض وكل واحد يرفضه. هذا محل هذا
محمد علاوي رافضين رفض قطعي لان اجى مو باختيار الشعب. الشعب راد رئيس وزراء وزير داخليه وزير دفاع حسب ما الشعب كله يريد. الشعب كله متفق، العراق كله متفق هيك، مو يجون بعض الاحزاب. احنا شو نريد؟ سوينا العاد نتظاهر ونموت ونط دماء، وقسم الاحزاب تكتل بينا زين. هو مو يجون يجتمعون من جديد ويجيبوا لنا واحد لا نعرفه ولا يعرفنا. محمد علاوي مرفوض رفض قطعي من كل الشعب العراقي زين، وهذا الشعب كله متفق. لا حزب يقودنا ولا واحد ممثل يقودنا، كل من قائد نفسه. لا تقول لي قسم يقولون الشباب، يعني اللي اصير اذا صرت رايك، اذا ترايت لك نفس الراي اصير انا شريف وعراقي، اخالف رايك اصير انا جوكر، اصير انا امريكي. انا عراقي شريف، هاي ساحتي وهذا ميداني، والعراق كله لي والشوارع كلها لي. انا ابو شعب، انا خلي الدوله، انا انتخب الدوله، انا اللي اجيب فلان، انا اجيب علان، كيفي. هذا شعب اراد الشعوب فوق الطغاة زين. التصعيد اللي صار حاليا بالنجف وبهاي اليوم الساعه بالعشرة بالليل بعد ما صار تشكيل الحكومه بايد توفيق علاوي من قبل رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه بهذا القرار الاخير اللي سواه أثبت أنه هو ضد الشعب مو ويا الشعب، تمام؟ والنجف حالياً تشهد تصعيد لرفض الرئيس اللي تشكل سلمي. تصعيد سلمي، طبعاً التصعيد حالياً يعبرون حالات الطارئة، المرضى تعبر، اللي عنده اللي مكانه بعيد وخارج المحافظة نطلع اللي برا خارج المحافظة نرجع لأهله، تمام؟ فمتعاونين جداً وتصعيدنا سلمي. حتى القانون الدولي لازم يكون عندهم فكرة أنه إحنا كل شيء قانوني وكل شيء سلمي وياني، بس المشكله بالاحزاب تريد تفرض قوتها وهيمنتها على الشعب، وهذا الشيء ما راح يصير نهائيا. الشعب تبقى سلطته هي السلطه الاعلى. احنا كشعب رافضين فكره انه يترشح احد مستلم منصب او سياسي سابقا. نطالب بحكومه مستقله استقاله تامه وبمطالب المرجعيه اللي ايدتها ما يستلم اي منصب ولا ما نريده يكون مجرب حتى لما نرجع ونطيح بالهاويه مره اخرى. واحنا من طلعنا ما نريد نتعاون ويا احد. الحسين عندما طلع احنا قدوتنا الامام الحسين. الحسين عندما خرج قال اني لم اخرج عشرا ولا بطرا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي ورسول الله. حسين من طلع ما ليد بالحكم. انت تجي هسه تنصب وتقول تحكي بامر الشعب. سيد مقتدى مرفوض كلامه جمله وتفصيله. احنا ما طعن ولا جبنا سيد مقتدى، طلعنا كشعب، شعب طلع من جوع وضيم. طلباتنا بسيطة وما طلبنا شيء، نطالب عراق مستقل ما إلى أي ميول لأي جهة، ونطالب نظام انتخابي 50+1 طالبنا به، ونطالب حكومة مستقلة وما إلها ميول، وما نريد نرفض التدخلات الخارجية سواء إيران أمريكا أي دولة ما نريدها. نريد عراق يعني عراق مستقل، نريد نرجع دم هاي الأبرياء راحة الشباب عمر الورد أحلاهم موتوها. ما تعبنا شعب تعب، نريد من عندهم نظام انتخاباتي نزيه مو مزيف مثل ما عودتونا طيلة ذيك السنوات. نريد عدم تدخل الإمامة بالسياسة، نريد نظام خالي من شيء اسمه دين. احنا نحكم نفسنا، الدين يطلع من لسان الشعب. الشعب شي يريد المفروض ينفذوله.
توفيق علاوي مرفوض جملة وتفصيلة. نطالب بإسراع قانون انتخابات تعجيل به، ونطالب بشخصية تقوم بهاي المدة شو اسمه لتأدي للمرحلة القادمة، يكون شخصية مستقلة وشخصية عراقية وما مستلمة منصب حتى يدير هاي الدولة. ونرفض رفض الأحزاب والكتل، وما نريد ميليشيات وكل شيء، ما نريد، نريد علم عراقي ورجنسية محترمة قدام الناس. الشيء طلعنا وطينا دمنا وارواحنا وتعذبنا وتمرضنا وصارنا 3-4 أشهر بالشوارع مو طالعين عبطين، طلعنا نريد حقوق. حقوقنا هي كالآتي: نظام انتخابي، تعجيل بش اسمه برئيس وزراء مختار من قبل الشعب، وعدم الميول لأي دولة. ريد عراق خالي.